السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله اليوم غادي نتحدث لكم على كيفية استعمال اي بطاقة سيم كتحتوي على التكنولوجيا ديال 4G في هذا الغوتر هواوي ديال اورانج دار فيكس اورانج. دونك كنلاحظوا هنايا اللي كيعرف لو غوتر ان هاد لا بارتي هادي هي ديال لا كونيكسيون. ملي كادي كيتقادرك لو فورفي باغ اكزومبل كاين اللي كيخلص 240 درهم في الشهر, كاين اللي كيتقادر ليه الفورفي كتمشي ليه لا كونيكسيون دو كور سو خلص 240 درهم اونكور باش يطلقوا ليه لو فورفي ديالو دار بوكس فيكس ايليميتي. انا جبت لكم الطريقه ان شاء الله باش يمكن لكم تخدموا اي كارطه في هاد الغوتر. بون غادي نشوفوا لا كارت اللي دايرين فيه ديجا. فوالا كنقلبوا هنا لو غوتر. بون كنلاحظوا ان هذه هي لا كارت ديال دار بوكس فيكس اورانج اللي هي هذه, وما كانتش خدامه حيت ما معباش ما مخلصينش لو فورفي. فوالا دونك ناخذ هاد لا كارت ميديتيل ونرون بلاصيو هاد لا كارت ميديتيل ديال التليفون ديالي 4G فيها الرقم الهاتف ديالي. هادي لا كارت ديال اورانج دار بوكس فيكس. دونك كنشدو هادي ديال ميديتيل غادي نرون بلاصيو في هاد لو شاريو هي باش نبين لكم بان راه شونجيت البطاقة, وغنبرونش غادي نانسيغيها في هاد لو تخوك ديالها. باردو خصها تانسيغيها هكدا سمحوا ليا ما عنديش لو سيكور دوكو شاد بيد وحده وليد الاخرى كنخدم بها, لكن المهم اننا ما نوندوماجيو حتى شي حاجه. نحاول نديرها بالصبع ديالي pardon. Voilà. Donc, ça fait de la carte orange. Et quand je vous fais, je vais vous faire. Et on a la carte du téléphone d'hier. Qui m'a fait la carte. On a le routeur. Je vais mettre le connectage. Donc, je vais vous dire. On a déjà connecté le câble Ethernet. Donc, je vais dire une connexion Ethernet ou par Wi-Fi. Donc, je vais sur l'ordinateur. Je vais faire une page. Par exemple Google Chrome, Safari, moi et n'importe quelle page. On a le numéro 192.168.1.1. On n'a que la entrée. Qui est en de l'interface ou qui que la carte SIM n'est pas détectée ou est invalide. On dira une situation de masail. غن كليكيو على جيري لي زاباري كونيكتي كيطلبني لي مود باس. بالنسبه لي باقي ما بدلش لي مود باس كيكتب ادمين, سينو لي بدل مود باس غيطابي لو مود باس ديالو. فوالا دونك ملي كندخل المود باس كتبان ليا هاد الانترفاس هادي. سواء كتستعمل الهاتف او كتستعمل
الاورديناتور غتبان لك لا ميم انترفاس. حنا غنمشيو للكونيكسيون مودم, غنمشيو للجيستيون دي بروفيل. كما كنلاحظوا هنا ان لو بروفيل اللي كيبان عندك في الدار بوكس ماشي هو هذا, غيبان عندك هنايا data.orange.ma ياك. انا بدلت لو بروفيل. علاش بدلت هذا لو بروفيل؟ حيت هذا هو لا بي ان ديال لا كارت سيم اللي انسيريت هنايا, اللي غادي يمكن ليا نخدم به ال 4G. دونك على بلاص دو ديك data.orange درت internet1.meditel.ma, لو مود باس ميدينيت ماجيسكول, لو نون ديوتيليزاتور ميدينيت ماجيسكول, و لو نون دو بروفيل تقدر تكتب اي حاجه هنا ماشي مشكل. بون دابا ملي بدلنا لو بروفيل غنغوديماريو لو روتور ديالنا اورانج دار بوكس اللي فيه لا كارت ديال التليفون ديالي اللي كتحتوي على الرقم ديالي بيان سور. غنعاودو نغوديماريو وغنلاحظو هنايا ان شاء الله بان الكونيكسيون غادي تتم بسلام. غنمشيو ندخلو هنايا وي ار نوت كونيكتد, حيت باقي يلاه كيغوديماري الروتور. لاحظوا معايا هاد البوله هادي غادي تغير اللون ديالها, فوالا. دونك دابا كنلاحظوا بان لو روتور ديالنا هادشي كنديرو اون طون ريال باش بنادم ما يفهمش ما يقولش راه مبدلين لا كارت ولا شي حاجه. بون دابا قلنا كوم كو هاد لا لامب هادي تبدلات بلوتو لا لوميير باردون. غندخلو سفاري غنبحثو مثلا على جوجل, فوالا. دونك لا كونيكسيون ها هي عندنا يوتيوب, يوتيوب ها هو مثلا, ولا كونيكسيون ديال هاد الروتور تبارك الله احسن كونيكسيون في لي روتور اللي شفت في المغرب لحد الان. فوالا دونك كما كنشوفو يوتيوب ها هو. باش نتاكدو مني ان راه هاد لو روتور هو اللي مخدم لنا لا كونيكسيون, ملي غنحيد لو كابل RJ45 من الاورديناتور وغنأكتواليزي غيقول لي مابقاتش كونيكسيون. دونك غنعاود برونشي لو كابل ايترنيت ديال لو روتور ونشاهد 4 دقايق ونلونسيو بين ما تدار لا كونيكسيون. باقي ما تكونيكتاش. باقي ما دازتش لا كونيكسيون, كنتسناو بعدا قليل. وكنلاحظو ان الكونيكسيون رجعات بعدما ردينا الكابل ايترنيت لي جاي من لو روتور. تقدرو تكونيكتيه باغ واي فاي, غير انايا مع ديال غير واحد لا فيرسيون ديال هاكينتوش ما خدمش لا واي فاي دابا. فوالا. دونك بالنسبة لي كارت لخرين غنعاود ندخلو لليان باش نوريكم الباراميتراج. ملي كندخلو لهنايا دونك قلنا كنمشيو لهنا جيغي لي باغامتر لي دوطر اباري باردون, نديرو الكود ندخل كود فوالا. كنمشيو لكونيكسيون مودم جيستيون دي بروفيل. و الا كنا غنستعملو كارت اورانج ولا ميديتال قديمه هذا هو لو بروفيل اللي غادي نديرو. وهنايا لو مود باس ميدينات ماجيسكول حتى هي. الا كنا غادي نستعملو كارت انوي غادي خصنا ندخلو لجوجل وغنشيرشيو على APN انوي 4G. كما كنلاحظوا انه عطانا هنايا لو سيت. دونك غنغيروا غير هذيك المعلومات او ليو دو ميديتيل باغ اكزومبل. هنا كنشوفوا لو نو انوي انترنيت لا بي ان www.inui.com وغي خصنا اليوزر نيم والباسورد, يعني ما غنديروا فيهم والو. لو نو دو سيزاتور المود باس ما غنديروا فيهم حتى شي حاجه. ان شاء الله غادي تبرونشي غاتانسيغيو لا كارت ديالكم انوي وغادي تخدم لكم لا كونيكسيون كما صدق ليا مع لا كارت ديالتي انايا. وكنتمنى ان الفيديو عجبتكم. اللي عنده شي استفسار ما ينساش يخلي ليا كومونتير ان شاء الله ونجاوبو رابيدمون.
و الى عجبتكم الفيديو تابوناو معنا وبارطاجيو باش هاد المعلومات تنفع بزاف ديال الناس، حيت كاين اللي شاري هاد لو روتور غير من السوق وما عارفش يستعملو، حيت ملي كي انسيغي لا كارت كيقول ليه كارت سيم نو ريكوني ولا انفاليد. مع السلامه وكنشكركم على التتبع ديالكم والى اللقاء.